بعد اغتيال أيقونة تظاهرة البصرة، لم تتوقف مظاهرات الغضب التي تندد بعمليات الاغتيال التي تطال نشطاء عراقيين. وتيرة الاحتجاجات في البصرة تصاعدت بعد اغتيال الناشطة المدنية ريهام يعقوب في هجوم مسلح استهدفها مع ثلاث نساء أخريات الأربعاء الماضي. وعلى إثر ذلك خرجت مظاهرات غاضبة تندد بسياسة الاغتيالات، حيث وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين. قام المتظاهرون بعدها بإشعال النار في مكتب مجلس النواب العراقي ومبنى مجلس محافظة البصرة، رغم محاولات القوات الأمنية تفريقهم. ولم تفلح قرارات الإقالة لعدد من القادة الأمنيين والتي اتخذتها حكومة بغداد الأسبوع الماضي في احتواء الأوضاع المتوترة في البصرة على خلفية تصاعد عمليات الاغتيال ومحاولات ترهيب وإسكات المحتجين في الشوارع. وتعد تلك الاحتجاجات التي تشهدها البصرة هي الأضخم في المحافظة الجنوبية منذ اندلاع ما تعرف بالمظاهرات الكبرى بالعراق في أكتوبر الماضي، بينما تزداد المخاوف من تكرار سيناريوهات اغتيال النشطاء وقادة الحراك في الأيام المقبلة.